ازيكم صحابي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. دي تشكيلتنا اللي احنا هنلعب بيها النهارده ان شاء الله. بنكمل ان شاء الله مباراه ال 2200 كؤوس. طبعا لغايه دلوقتي احنا بقى يعتبر داخلين على شهر في اللعبه، وان شاء الله ان احنا نعمل مخطط لغايه اخر الشهر نوصل ل 4000 كؤوس. هنبتدي طبعا باول حاجه عندنا بالفاليريكا، نحطها في النص. الاول انا بحبها ليه؟ عشان هي تبقى جندي بطيء بيديني شويه وقت، ونشوف برضو الخصم هينزل جيش ايه. وبعد كده هنحط راه الامير، ونخلي بالنا برضو من الساحل من ناحيه الشمال دي، ونحاول نهجم ونشوف نظامه ايه، ونحط تعويذه السم ندمر طبعا اللي هي الساحره مع الهياكل العظميه. ودلوقتي هو بيدافع بالهياكل العظميه من ناحيه النميم، وهو لغايه دلوقتي الامير اللي هو عندنا. ودلوقتي برضو زي ما احنا شايفين الهياكل العظميه يعني عملوا دامج يعني يعتبر خرافي، يعني جنود تفع، بس صراحه كدفاع كهجوم خيار ممتاز جدا لغايه دلوقتي معايا. وبرضو كده نشوف كده نحاول نجي موادات عمل دفاع طبعا بالساحرة، ونخلي بالنا برضو من الساحرة من الهيكل العظمية بتاعتها، ونحط دات الفلاركة تعمل طبعا خيار ممتاز كبناء، يعني كسواء اللي هي الساحرة مع الهيكل العظمية يعني خيار ممتاز جدا. وبعد كده هنحط اللي هو برميل البربري، نعمل برضو عملية دفاع، ونخلي بالنا من البيكا، ونحط لنا طبعا الامير عشان البيكا الدمج بتاعه برضو من الجنود اللي لو دخلت يعني ممكن تخسرك المباراة. ونحاول دلوقتي نحط برضو جيش الهياكل العظمية، بس نقلل شوية من جيش الهياكل العظمية بتاعت الخصم، وننزل الهياكل العظمية بتاعتنا، ونحط برضو وحط تعويذة السم، نحط برضو نشوف كده نحط اللي هو الهيكل العملاق الهيكل، ونخلي بالنا نشوف كده نحاول نضرب من التاور المصابة، ونحاول برضو نتقدم على قد ما نقدر، نخلي بالنا بيحط الساحرة، هنحط تعويذة السم طبعا خيار ممتاز سواء اللي هي الدمج للتاور ودمج للساحرة. ودلوقتي نشوف كده نحاول نضرب من التاور المصابة دي، والعملاق لو دخل يبقى زي الفل ان شاء الله يخش، بس يدي تمام. هو مش عارف عمل حركة غبية الصراحة، يعني هو حط الهياكل مع القنبلة دي ضيع الهجوم خالص، وده الاكسير اللي هو عامله. نيجي من الناحية التانية بالامير، ونشوف كده نحاول نشغله كده، طبعا نشغل من ناحية الشمال طبعا، حط جيش الهياكل العظمية كدفاع. والصراحة هو عمل حاجات صراحة غريبة في الجيم ده الخصم، بس أهم حاجة زي ما احنا اتفقنا في كل مرة إن هي اللعبة دي عبارة عن إن احنا نستغل الأخطاء الخصم، ونحط التنين طبعا الهياكل العظمية، ونخلي بالنا للتاور بتاعتنا المصابة. اهم حاجه ما تخسرش الجنب، عشان لو خسرت جنب يعني ما تضيعش الجيم حتى لو انت كسبان. برضه نحاول دوت نضرب التاور، نحط برضه نشوف كده ينزل حكم، نحط تمام عاش جدا دمرنا كده التاور، ونحاول كده نضرب التاور الرئيسيه، لكن طبعا الوقت مش هيكفي، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر. زي ما احنا شايفين هي غلطات اللي هي ممكن تأثر زي ما احنا استغلناها، وعمل كذا غلطة الصراحة خلت الجيم ليا يعني. وكان بداية يعني مش قوي هو القسم، بس احنا الحمد لله يعني. وكده الحمد لله احنا وصلنا ل 2200 وجالنا التعبير ده اللي هو فرحان، ده الصراحة عجبنا التعبير ده يعني. وبرضه احنا لسه يعني لسه برضه فاضل لنا لسه القهوه، احنا عقبال ما نوصل كده ان شاء الله برضه هنوصل نعلى يعني، وصلنا 2200 برضه ده انجاز يعني. نشوف كده اللي هو التعبير ده، لا الصراحه كويس ينفع في اي انتصار ده. اتمنى تقولوا رايكم في الفيديو، واستنوا جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.